سيداتي آنساتي سادتي في كل مكان، طابت أوقاتكم ومرحبا. مشهد أيها الأحبة، لقاء في جولة 18 من المحالة، الدون ورفاقة، أهمية بالغة لعشاق النصر في تلك السلسلة، 6 أهداف في هذه السلسلة المقدمة في ظل غياب برونو دوارتي للإصابة. يغيب كذلك عن النصر في هذا المساء تاليسكا للنصر في منصوبة النصر الاتحاد. النصر لديه 40 نقطة مع سامي كريستيانو ثالث أقل الفرق فوزاً على ملعبه. هنا فاز على الخليج، موجود أيمن يحيى موجود ربما هذه اللحظة بفارق 41 نقطة، انتشار كامل لرفاق الدون في أرضية الملعب وهو مهاجمين. كريستيانو يبدأ تريس يقول كله عند بنفسه لمشاهدة الحالة. خالد طريس القرار، ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء وبطاقة صفراء لفاروق شافعي. كل أعين العالم، النصر بفخامة الاسم يجحف بتسجيل ذلك، لو فعلها يتقدم كريستيانو رونالدو. الله، التقدم المبكر. الله، فخامة الاسم والرقم واللون والخطوة. تقدم الآن الغناب إلى كريستيانو. أوبا. يستمتع، يعيش الأجواء، أعيب تماماً في أدائه وتكتيكه وأمر في النصر. الآن كرة إلى كريستيانو رونالدو، التقدم وغريب طرف وكسب اللقب الاستثنائي. كريستيانو رونالدو ينتظر لأن يواجه ويتحرك ويقع على أرضية الملعب ويطالب عبد القادر بدران بالوقوف. لا شيء في الكرة، ذهبت إلى ركلة الزاوية، لكن الله على الانطلاقة. هو يا جماعة، هو أيام الريال، أيام العز، أيام الفن، أيام المجد. كريستيانو رونالدو يتحرك، والتحرك البحث عن الشمس التي تمحو الليالي، شمس قد أشرقت في المحالة وسطع فيها الدون هنا في هذا المشهد الأخاد والخالد والخاص في شوط واحد فقط.
ضرب كريستيانو رونالدو بالثلاثة ليجعل آخر عشرة أهداف له لها له تأثير في النصر آخر. وبهذا المشهد وما زال وجعل النصر متصدرا أسسها الدون هذه الجولة للصدارة. والنصر أنا هكذا أعلنها وفي شوط واحد سجل الأهداف الثلاثة ليرتفع إلى ثامن أهدافه. يا جماعة لسه جاء نهاية الشوط الأول. شوط كريستيانو رونالدو والهاتريك المعتاد. شوط التاريخ المعتاد. تاريخي للتاريخي. نصر. ثلاثة النصر. لا شيء يظهر. بعد الاستراحة القياسية من الجولات الأولى له في دورينا. لطبة خاصة ننقلها لكم في اجتماع كريستيانو رونالدو إذا أحدث التأثير. والإثراء الكروي هنا في المحالة يتركه هذا الخرافي هذا التاريخي هذا النصر. حال صعب بالنسبة لضمك لرفاق مصطفى زغبة ومدافعيه الخمسة. حسون على الجهة اليسرى التقدم حاضر. كريستيانو السوبر بحضر كرة أيسر للنصر. غريب. الله حنروح على الرابع نروح على السوبر نروح كرة لغريب وصلت لكريستيانو يضرب بيسدد نجح في الإنقاذ. بعد ذلك كرة كانت معاكسة رونالدو. هذه الكرة اللي هياها لغريب ومصطفى زغبة مرمى لمصلحة رمل. النصر تحسن مع كريستيانو على طول لغريب مع الدون ماشى يضرب ينتظر يسدد مرة لكل الفرق بصراحة أن يكون أنا هنا أنا المتصدر. بداية للشوط الثاني لضمك ثم عاد الحال لرفاق في دورينا. كرة بتصل الآن كريستيانو. الله الراية رفعت. السوبر هاتريك هل اكتمل أم لم يكتمل؟ الراية رفعت. نعم التسلل وربما انتظار لوجود الخط لكن لا أعتقد أن الحالة صعبة حتى يغرس في قمة جبل ضمك إذ يعلن فيها كريستيانو رونالدو ومنها النصر. أنا وأنا النصر أنا المتصدر أنا العالمي يا عالمي حلق فوق عادتك دائما القمة.